والله زمان عنك يا ابو فريد. كجلمود صخر حطه السيل من علم. انت يا ابو فريد زي ما انت ما تغيرت. شوف انا اهم حاجه واهم صفه فيا هي الفصحى. دايما فصيح فصيح ما شاء الله تبارك الله. على فكره ابو سلمى انا خلاص جبت الباسبور وخطاب التنازل. وانا كلمت المدير وبصراحه هو ما يقدر ينزل الا شخص واحد. واليومين هذه هو مشغول يدور مخرج. مخرج وماله؟ انا جاهز. وانت قبل كده اشتغلت في الاخراج؟ الله ايه الله ما تنساش ان انا معد برامج يعني الاخراج بالنسبه لي لعبه سهله. البركه. لكن اللي انا اعرفه الاخراج حاجه مو سهله. لا 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 بالنسبه لي سهل. لاني انا زمان وانا في الحته عندنا كنت بخرج الحاجات من جوه الاوضه بتاعتي اطلعها بره في الصاله. طيب عندك سي في لاعمالك الفنيه؟ عندك مثلا الاستاذ الفنان ابو شنكو، انا اللي اخرجت له كل المسلسلات بتاعته. ابو شنكو؟ مين هذا ابو شنكو؟ ده انت الظاهر بقالك ما بتتفرجش على مسلسلات ولا ايه؟ والله زمان ما بتابع، لكن اذا انت بتفهم في الاخراج فكرنا على الله. خلاص خلاص توكلنا على الله. بس كنت عايز اسالك على حاجه مش عارف ايه اللي خلاني نسيتها. لما الولد اللي ماسك الخشبه دي بيعمل كده المخرج بقى ساعتها بيقول حاجه كده بس انا نسيتها. اكشن. هي دي اكشن. اكشن بمعنى ايه؟ كوبايه دي كده تبقى كده. شفت الاخراج؟ يا حي الله من جانا زارتنا البركه والله يا لافي. الله يبارك فيك طال عمرك، كلفت على نفسك. ها ايش دعوه يا ابوي؟ الرجل اللي مثلك يستاهل اكثر من كذا بعد. تسلم طال عمرك تسلم طال عمرك. لا الحين ما شفت شيء. لا الحين ما شاء الله. وانت وش ناوي عليه؟ لا الحين طال عمرك ناوي على المستقبل، قاعد افكر في المستقبل. ما شاء الله هذا كلام حلو جميل، والاجمل ان الانسان يطور من نفسه. ايه فعليك طال عمرك، حتى بالشرك يعني اشتريت سيارة. انا هذا التليفون هذه جديدة. هذا افتحها. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يعطيك خير ويكفيك شرها يا نافي. لا وناوي بعد اشتري بيت، بس مو بيت عزاب، بيت عوائل عائلة يعني فيه رجال وحرمة. فهمني انت. حلو شيء جميل فاهم. الحمد لله شيء جميل. هذا شيء رائع. يعني طال عمرك يعني انت ما عندك مانع يعني؟ ابدا ما عندي مانع، بالعكس هذا اللي لازم يصير اصلا. يعني طال عمرك اقدر اجهز ترتيبات الموضوع؟ طبعا بدون تردد. طيب طال عمرك انا مرتب من زمان بس احترم موافقتك. انا موافق وقايل لك الف مره لا تطلب، نفذ على طول. اجل طال عمرك اسمح لي اتشرف واطلب. ما تطلب ما تطلب يا لافي، انت تنفذ مباشرة. انا طال عمرك بنفذ بس استنى موافقتك. انا قايل لك نفذ مباشرة، لان اي شيء فيه تطوير للشركة انا ما عندي مانع فيه نهائيا. الشركة؟ يعني الشركة اللي بالي ولا الشركة اللي شركتكم؟ الله يهديك يا لافي، احنا ما عندنا الا شركة واحدة. طالما الشركة اللي في بالك ما هي في بالي طال عمرك. لا عشان تطول. مساك الله بالخير. ما يرد عليك. يا حبيبي. هلا ول. تعال ابوي تعال. هلا غالي. عطنا عطنا كالعادة قلبت فول وشاهي. فول وشاهي وش بعد الكات؟ معدة انسان وش بعدك؟ اطلب كبدة عدس اي شيء ثاني. وش عليك انت هذه معدتي ولا معدتك؟ لا معدتك. اكيد معدتي لان معدتك انت دراج كونتينر معدتك ماكلك البحر كله انت. يلا روح جيب لي عدس بسرعه. عدس بسرعه لان معدتي ما تستحمل فوق. جيب لي عدس بسرعه. اخ يا لافي والله ما خليك يا لافي اليوم والله. انت تدري يا لافي اني انا كنت افكر في كلامك اللي تقوله قبل شوي. والله وداري انت وش كنت تقصد بالضبط. يعني تفهم شو اقصد ها؟ لا 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 لا, لا. أنا اللي مثلي يفهمها وهي طايرة يا لافي. يعني طال عمرك كنت فاهم إني أقصد شركتكم الثانية ها؟ أحسن شركتنا الثانية. يعني راح تكون من نصيبي؟ طبعا ما راح ألقى أمن منك
يديرها اذا فتحنا الفرع الثاني للشركه. يعني راح تكون من نصيب يعني؟ طبعا طبعا، هذا شيء اكيد. انا ما امن على احد لو فتحنا فرع ثاني الا انت. عسى ما عجبتك الفكره يا لافي. لا عجبتني بس بعدين ازعجتنا. ورا ما ترد عليه. طيب شكله بوجه يا لافي ماشي وراك اليوم. وين بتروح؟ يعني فرعين، يعني شركتكم بتصير كذا ثلاثة فروع. لا 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 لا، انت انسان اليوم ما انت بضبيط. تعش لحالي عم نشتغل. انا لحالي عم نشتغل طول يوم. شو بدي اسويها؟ هذا النجاح، هذا النجاح. اجى التليفون احسن. الو، ايوه يا اخوي، ما تشتهي على وجهك انت. ليش حبيبي ريحه البيض واصل لعندها؟ وش بيضه؟ فجت راسنا بهالاغاني، حاطنا المذيعه تفتح لنا يا اخوي. يخرب بيتك، هذا صوتك لك على هالصوت، هذا ما بيفتح نفسك مين ما كان. وبعدين على فكره انت شكلك من اعداء النجاح. انت باعدتك شي وحده من هالاذاعات هدول عشان تخرب علي، وجكاره فيك بدي احط لك غنيه حسين الجسمي، شوف الجبل واقف ما هز تهريح. وليه عني؟ خرب بيتك شو غليظ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يخرب بيتكم، لك شو هذا؟ لك يا عم الجمهور بيتصل على التليفون، ما بيجي هون على الاستوديو. عم ابو شنكو، انا مش جمهور، انا بعتني العم تزوقي. اهلا وسهلا، انت المهندس؟ انا المهندس. الله حيك، والصبح عم استناك، حماتك بتحبك عشاء. بتعرف تقطع بطاطا؟ لا، اعرف اكل بيض. يلا حبيبي ليك. يا سلام بقى مع البيض تتين شاي. بعد العشاء احلى كاستين شاي انت بتقوم تعمل لنا اياهم. ليك خذ البصله هاي، خذ السكينه، تعال. انت مش محتاجها سكينه. حيو، لك هذا الشغل المعلمية. ايه؟ كثر خيرك يا ابو مها، ما قصرت. ايش دعوة، هذا حق واجب. طيب على فكرة متى دوامنا بكرة؟ أكيد كالعادة الصبح. إيه صح، احنا نداوم الصبح صح، نسيت ما عمرنا داومنا في الليل. يلا مع السلامة. حياك، شرفتنا. يا هلا وغلا. إيه نسيت طال عمرك، في اوراق ابيك توقعها. يا لافي، بكره بالمكتب نتقابل ونتكلم. طيب زين، مع السلامه. حياك. طال عمرك، بس عندي سؤال صغير بس. وش رايك ان نجلس ونتكلم يا لافي؟ لا 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 لا، مستعجل، بس بسألك سؤال بس. انت فاهم علي وعلى الموشحه اللي قلتها قبل شوي، ولا مفهي؟ يا قصدي ما فهمت. قايل لك خلنا نجلس ونتفاهم من جديد. لا لا، الظاهر والله لو تكلم من هنا لين بكره ما راح تفهم. وبعدين على فكره اذا تبي تروح على السياره الجديده عادي، بكره داوم عادي. عساها الف مبروكه عليك. جد والله مبروكه عليك. جربها الحين وعلمني وش زينه ولا لا. ان شاء الله جديدة ما مشت. الله يبارك لك فيها ان شاء الله. حياك الله. يا هلا يا هلا، شرفتنا. مع السلامة. شرفتنا. يا هلا. ليش راح؟ راح؟ ما بغى يروح، ما ادري وش جاله هالولد اليوم. الله يهديه بس. يا على قلبي، يخرب بيت سنتك، شو هالشاي اللي عملت لنا اياه ولو؟ ده اسمه شاي كشري في الميزو. عظيم، كل يوم تعملنا منه. ها شاب، كل يوم تعملنا منه. حاضر. يلا يلا قوم خوم عشان نشتغل. قوم، الله يطالع عليك. قوم. لا ابويا مش حاضر، احنا لازم نريح لنا كده شويه، نأنتخ نفرشها بعد الاكل. وانت فرشها، قوم اشتغل. قوم حلال، قوم. بس بدك تقعد، شايف الاجهزه هاي؟ يلا قوم اشتغل يعني. الله يبارك عشان نطلع الهواء. يلا. لا هوا ايه، انا لابس نص كم كده على استاهو، ثم الاجهزه دي جديده ما شفتهاش قبل كده. الاجهزه هي جديده ايه، بس انت على اساس خبره يا بعدي؟ انا خبره ومية مية ايه، بس الاجهزه دي حضرتك يعني ما شفتش زيها قبل كده. عايز اعرف موقع الكمبروسر عشان اعبي الفيون. شو كمبروسر فريون؟ يخرب بيت سنتك،
انت شو شغال ولا؟ انا اكبر كبير مهندسين، انا شاب احمد محمد مصباح، كبير مهندسين تكييف وتبريد في المنطقه، الشهير بشهاب فريون. يخرب بيتك يا تسوقي، باعت لي مهندس تكييف. انت مهندس تكييف ولا مهندس صوت؟ انت تكييف تكييف. اسمع جكارة، بدي سوقي بدي طلعك احسن مهندس صوت بالبلد. ماشي حلو حلو مفهوم. ليك انت من وانت من عندك من هون ليك شايف هذا الزر؟ اول ما بيجينا اتصال بدك تكبسه. الثاني تبع الاعلان اوكي. هذا كمان تبع الاغاني نفسه تكبسه. حلو ليك اجانا تليفون تكبس هذا اول. بسيطه الشغله ولا لا؟ سهله جدا. امال هم معسلين ليه ان مهندسين الصوت دول يعني عباقره؟ حبيب قلبي انت. يلا اجانا تليفون لحسن. عطيه 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 اكبسه. هلا. الو شو عم تسوي؟ لك شو عم تسوي؟ لك طالعين فاصل طالعين فاصل يا جماعة. ولك شو عم تسوي؟ يخرب بيت ستك، شو جايب الشاكوش ولا شو عم تعمل فيه؟ مش انت قلت لك بيزو؟ ولك موتك مصاري لك عمري الجوان عمري عزيزي جوان. زوم هوت زوم هوت زوم زوم هوت زوم ال النقود حاجات مكلكعة. الكواعد تدبق القطة تدفق القطة تدفق القطة 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 جابها في الإخراج إيه؟ شرايا شرايا ده قطر من الشرايا ده. شرايو 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 ده سهل قوي، حاجات سهله جدا. كلاوز كلاوز ايوه كلاوز مدام مديم مش محتاج والله محتاج. كل ده كلام فاضي كل ده كلام فاضي. اكشن زموت كلام دمع فريدة اروك واروخرك. انا تخرجت ان شاء الله تعلمك ان شاء الله بخلصها اليوم ان شاء الله. هلا مصطفى. هلا تفضل. وش هذا؟ دي نسبتك مع الشيك من الصفقة الأخيرة. لا يا حبيبي لا. ايه مالك؟ ما تقولش انك عايز زيادة تاني. حبيبي انا ابي فلوسي كاش كاش موني. طيب الشيك في موني يا اخي في موني. كلامي واضح، جيب لي فلوسي كاش اهلا وسهلا. اجيب لك منين الوقت؟ شوف يا مصطفى يا حبيبي انا ما عندي مشكله، قاعد هنا راح دبر نفسك وتعالي. طيب ولو قلت لك دي شركه اجنبيه حتكون نسبتك فيها 3 أضعاف. حبيبي مصطفى حبيبي. طيب دايما تحرجني معك بس يلا بمشيها المره هذه ها، وعسى تثمر فيك. طيب اهم شيء قل لي وش مضمون المشروع عشان اكون في الصوره. شوف انت هتعرف كويس، عايزك تكون حذر مع المدير لما يجي يقرا الموضوع ما تخلوش يشوف حاجه. لحظه لحظه لحظه، انت من جدك تتكلم؟ ايوه طبعا يا ابن الحلال، هذا بيكسر ميزانيه الشركه وارباحها مو مضمونه. بلاش المسؤوليات دي على بعض ها، احنا دفنين سوا مع بعضينا ها، ربنا يخليك ها. طيب والحل؟ الحل؟ ده شكلك كده هتجبرني ان انا ارفع لك نسبتك 4 أضعاف. قلت ايه؟ قلت اوكي بس ها ابي فلوسي كاش تعلمهم. ولو قلت لك بقى فلوسك اعتبرها في جيبك. خلاص؟ خلاص ما دام كذا اعتبر المشروع. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
يا رب ساعدني يا رب. ارجع خليك جامد، انت مذاكر كويس. هيا نخرب. هيا سهل. اكشن خلاص، اكشن. كلوز بول زوم اوت خلاص، ولونج شوت. يبقى كلوز بول زوم اوت لونج شوت لغايه كده حلو قوي. وبعدين تيك وان تيك تيك تو وتكون سهل. وبعدين الشريون الشريون فريده. فريده انا حبيبتي. نعم ايوه حبيبتي. بقول لك ايه، في كتاب بتاع الاخراج جنب التلفزيون. ايوه افتحيه الصفحه الثالثه. ايوه تالت سطر كده يعني، هتلاقي فيها حاجه بتاعت ام خال عم. لا يعني فيها حاجه زي تلت التلاته كام. ايوه تلت ام. لا تلت اب مش تلاتة اب ولا ام، تلت اب. خلاص انا سلم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ زوقي. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يا مرحبا. كيف الحال؟ تفضل استريح. معليش على التاخير، احنا اللي عملناه لك. لا فيش اي حاجه، انا كنت بلاقي الكلمات. كلمات ايش يا راجل؟ ما نفهم عليك. لا كلماتي المتقطعة، أنا غاويها من صغري، دايما أحطها بزيني وأحلها بزيني برضه. ما شاء الله عليك، واضح إنك رجل ذكي ونابغة. لا ذكاء على الذكاء ما تسألش، إحنا أصل الذكاء عندنا وراثة، يعني أنا أبويا كان ذكي أذكى من الذكاء المذكور في أي ذكاء في الدنيا. ما شاء الله عليك. تصدق عاد أنت تنفع مشروع ممثل ناجح. لا مش ماليش في تمثيل، خليني في الإخراج. الممثلين بيتعبوا والمخرج بيشرط فيهم، أنا حيب أشرط. ممثل دي لا ماليش فيها الحقيقة. شوف يا حبيبي، خلينا نفصل بالموضوع. إحنا يبغالنا مدير إضاءة وتصوير. لا أنت منك يا أبو سلمة، ما جبتليش الموضوع ده، أنا درستهوش. أنت قاعد تقول إيش أنت؟ لا بقول لحضرتك بس التصوير بالنسبة لي مرحلة وعدي، خلينا في الإخراج. طيب انت ليش بك مستعجل؟ توني جايك بالكلام، انت جالس بالتمتم. لا تفضل حضرتك. خليني اكمل. طيب خليني اكمل رجاء. اضاءة تصوير واخراج. هي دي اخراج. الاخراج ده ما تخصصي حضرتك. كل زؤون زمود. ما شاء الله، يعني انت في الاخراج نابغة. اوكي انا دارس برا البيت على طول. برا البيت وعلى طول واخراج. آتي. خلاص يا حبيبي، اجل وعدنا ان شاء الله في اللوكيشن. ان شاء الله. هو انا بدل ما اروح اللوكيشن اللي انت قلت عليه، هو يجي لي وانا اقول اكشن لونج شوت. يا رجل الاخ، اللوكيشن ده مكان تصوير. انت عارف يعني ايش اللوكيشن استاذ؟ بهزر معاك، انا بحب اعرف اللي قدامي فاهم في الاكسبريشن بتاع الاخراج ولا لا. انا اطمنت كده ان انا شغال مع انتاج امين، حيوفر لي البريك بشكل جيد. ما شاء الله عليك يا شافي، تعلمت كل شيء. الحمد لله على فضل ربي يا اخوي. جاي تحسدني انت؟ قول ما شاء الله. يا حبيبي انا ما حسدك، ما شاء الله. بس أسألك، انت مرتاح في شغلك هنا؟ والله يا اخوي اذا تبي الصراحه، يعني في اشياء مرتاح منها وفي اشياء مو مرتاح منها ابد. وخير، وش الاشياء اللي مضايقتك؟ والله اللي مضايقني أنا أقول خلاها في بالي تجرح ولا تطلع لبالك وتفضح. الله يرجك، وش اللي تفضح وتجرح؟ يا أخوي قلت لك خلها في بالي، اللي في بالي ذابحني وحايسني. طيب حبيبي، أنا سامع هاليومين في شواغر في الشركة وبرواتب عالية، وش رايك ترشح نفسك؟ سوي نفسك مدير ما شاء الله، شواغر ورواتب عالية، تدفع من جيبك الخاص أنت، تشيل وتحط ناس. يا حبيبي تبي ترشح نفسك رشح نفسك، ما تبي بكيفك. لا أنا برشح نفسي. متأكد أنك سامع أن في وظائف شاغرة؟ أكيد، لو مو متأكد ما جيتك. وظائف كبيرة؟ كبيرة. لا عجل برشح نفسي، بس مو هنا في البيت. شت مش عايز صوت خالص، مش عايز تتكلم. كله جاهز؟ أشرب كله جاهز؟ أيوة جاهزين. أيوة أستاذ مستعلي كله جاهز؟ جاهزين. أنت يا أخ، أنت شغال إيه؟ أنا مخرج منفذ أستاذ.
يعني انت اللي بتنفذ وانا قاعد طرطور ولا ايه؟ لا انا المخرج منفذ، بنفذ كلامك يا استاذ. اه تنفذ كلامي. وانت يا ابني انت بتشتغل ايه؟ انا ممثل. تعرف تمثل؟ ايش رايك يا استاذ؟ وانت بتعمل ايه؟ كمباص. ايه؟ كمباص. كمباص، برافو برافو، هتبقى بطل بعد المسلسل ده. انت بتعمل ايه انت؟ استاذ انا شغل صوت وكاميرا. صوت؟ لا منظرك مش عاجبني. وانت يا ابني انت اللي واقف على الكاميرا. انا الكاميرا مان استاذ. وفين المان ومان؟ مش مشكله مش مشكله. امسك انت الجم ده وهو يجي يمسك الكاميرا. يلا مش عارفين شغلكم، كل واحد لازم يبقى له تخصصه. حاضر. اشكرا فادي. ايوه ركزوا معايا عشان المسلسل ده صعب. عندك نعل رمضان، المنتج دافع دم قلبه، ولازم نعمل 20 حلقه في اليوم. اتفضلوا كلاك. مسلسل ابشر دحين تدفع. واحد واحد 1908 واحد واحد تسوي حسب الله المخرج اللي هو انا اللي هو انا فاهمين دحين. ليه 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 دي مفكوكه؟ ما اتلزقتش ليه؟ حطنا لك واحد يا استاذ، انت مصر انك انت اللي بدك تشتغل. يا راجل اتفضل جاهز. يلا المشهد الاولاني. اتفضل يا شباب. يلا يلا ستاند باي ستاند باي. استنى اول دي ما تنزل تصور على طول، دي صدرت سودا احسن. ستاند باي 5 4 3 2. برافو. اللي بعده. والله يا حنان انا عرضت عليك من اول وانت اللي رفضتي. الله يهديك يا خالد، معقولة أنا أرفض يعني؟ أنا ما رفض، بس يعني كانت عندي صفقة بالملايين يعني ما أقدر أتركها. علينا علينا يا حنان، ترى كلنا عيال قرية وكلنا عيال بخية زين؟ وانت بنفسك قلتي لو ملايين ما أبيها. أنا قلت كذا؟ ينقطع لساني إذا قلت هالكلام. ما أدري، أحس أنت فهماني غلط. أنا شوف، أنا قلت لو جتني الملايين من غير خالد أنا ما بيها. إيه والله الظاهر شكلي أنا اللي دايما أكون غلط. إيش قصدك؟ لا ولا شيء، ما قصدي شيء. طيب إيش المطلوب مني الحين؟ أنت مطلوب منك؟ لا يا حبيبي، أنت مو مطلوب منك ولا شيء، أنا المطلوب مني. ها قل لي وش المطلوب مني؟ أنا جاهزة لأي شغل تطلبه. والله بالوقت الحالي ما عندي شيء، ما في شيء جاهز. أفا عليك يا خالد كذا؟ هذه أخرتها يعني ما في شيء جاهز؟ والمشروع اللي قلت لي عنه من كم يوم اللي قلت لي فيه ملايين وفيه فايدة كبيرة لي؟ يا حميلك يا حنون، وانت تحسبين اني بنتظرك عشان تصرفين البضاعة؟ البضاعة خلاص راحت طارت. طارت؟ شلون طارت؟ يلا مو مشكلة مو مشكلة خالد، أنا مالي في الطيب نصيب، أنا عارفة إن شاء الله الجايات أكثر إن شاء الله. يعني خالد أقول يعني يعني ما في أمل مشروع من هنا من هناك يعني أكيد بيت السبع ما يخلى. والله حاليا ما في شيء، لكن خليني أشوف يمكن ألقى لك شيء من هنا ولا من هنا. ممكن تلقى لي شيء؟ أي ليش لا، مو غلط، خير إن شاء الله، مشكور. لولا الحياة لهاجن استعباره وزرت قبرك والحبيب يزار. بتسمع بتسمع يا ابني بتسمع، فيش إحساس، مش من جوة تكلم من برا، أنا عايز كله من جوة فاهم. عايزك تطلع مسلسل تكسر الدنيا. وانت واقف ايه فاهم حاجة؟ ايه عامل دي كده؟ يتكلم ازاي هو يعمل كده؟ لولا الحياء لهجني. امسك بلاش تحمره، تعال تعال اطلع هنا، اطلع فوق اطلع السلم. جاي فين؟ كاميرا اهي كاميرا اهي. تعبيط؟ ايوه كده كده. قول لولا الحياء. لولا الحياء لهاجن استعباره وزرت قبرك والحبيب يزاره. برافو برافو، تعال بقى مفروض بعديه على طول انت في السوق بتبيع جوريس وسليج وكبسه. عايز الاحساس ده يتقال، قول قول بيع. يلا وريني. هاي مش في النص يا استاذ. مالكش دعوه النص ايه؟ النص اول مره ركبت لنا الشاشه البيضة ما عرفنا لشو. الشاشه البيضة دي كروما عشان الخلفيه، هنزل نيل وشوارع وبيوت كل ده. انتوا مش فاهمين حاجه.
كروم على ابيض. وما الكروم على اسود؟ الاسود اهو في ايدي، لو انا عايز على اسود كنت عملت اسود. حاضرين يا استاذ. انت درست فين ولا تبت فين؟ يا لبا. والله يا مها اني انا مو مصدق اني قاعد اسمع صوتك. ايه تقولي لي بتجين؟ متى بتجين؟ اليوم بفرش لك الارض ورود كله من بيتكم لين الشركه. ايه يا حبيبتي خلاص خلص الجامعه وتعالي، وانا قاعد اعد الثواني لين تصليني هنا. يلا مع السلامه. Bing.